ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده اصدقائي اقترحت على مامي ان احنا نعمل مكرونه بالشيتوز. انتوا هتعرفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه من المكونات وهتشوفوا كل حاجه بالفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي هنبدا المكونات. اول حاجه معانا نص كيس مكرونه، ومعانا هنا جبنه رومي مبشوره، معانا هنا مكعب زبده، معانا جبنه موتزاريلا، معانا هنا كريمه، كوب كريمه، وكوب لبن، وكيس شيتوس اللي هنعمل بيه المكرونه بالشيتوس. اول حاجه يا اصدقائي نحطها في الحله، هنحط الزبده وتبدا تسيح عشان نحط المكرونه بعدها على طول. وبعدين دلوقتي هبدا احط المكرونه. بعد الزبدة هنحط الكريمة. وبعد الكريمة هنحط اللبن. وبعدين هحط معلقة ملح. وبعد الملح هنحط فلفل. وبعدين احط الجبنه الرومي المبشوره. وبعد الرومي هحط موتزاريلا. ودلوقتي معايا كيس شيتوس بالجبنه، همسكه ادق كويس. دلوقتي يلا برش الشيتوس. وده شكلها النهائي. سلام يا اصدقاء، نشوفكم في فيديو جديد. باي، ومتنسوش تجربوا الوصفة. باي.